إيه شو يا حضرة الجندي راتب سينغ؟ لك يا هلا بالحبيب والله. أهلين والله، والله مبسوط بشوفتك كتير. لك صحيح، أنت شو قاعد عم تعمل هون؟ ولك في شغلات ظريفة عم بتصير برا، وأنت يا صديقي وين رايح بهالأناقة هاي؟ لأنه القطار 24 قرب يوصل. وابنك قرب يوصل كمان؟ ابني لا، بنتي. طيب أنا عندي حل وسط، شو رأيك نسأل مرتك؟ على شو بدك تسأل مرتك؟ إيه تعال خلصني، أنا بدك على شو؟ كلام؟ يلا تعال معي لقلك تعال. لحظة شوي يا جماعة، وقفوا، اسمعوني شوي، اسمعوني. شو الموضوع سيد راتب؟ مرت أخي، قلبي عم بيقول لي إنه المولود اللي جاي رح يكون صبي. وهو رأيه إنه رح يكون بنت. افصلي بيناتنا لشوف. شو رأيك، بنت ولا صبي؟ وأنا قلبي عم بيقول لي رح تكون بنت. وكمان حتى أنا اخترت لها اسمها من هلا، رانو. 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 شفت؟ ما قلت لك أنا؟ رانو راح تلعب بهالساحة هي. خلص معناتها انحسم الموضوع، إذا مو راجع خلص رانو، بس راح تلعب بحضني مو بالساحة. أنت ليش هون؟ شو بطلت تروح؟ روح على القطار تبعك راح يوصل، يلا.